طب بالنسبة للصناديق الخاصة يا فندم، يعني اللي هي الصناديق الخاصة بالنسبة للوزارات واللي هي محدش يعرف فيها ايه بالظبط، وتحولت في الآخر إلى مكافآت رغم إن هي اتعملت علشان تحل مشاكل مزمنة كثيرة، حضرتك شايف إن الصناديق الخاصة دي مش ممكن تكون مفيدة لينا في الفترة دي؟ ما احنا انا بقول لك ايه، في تقشف ده، هي دي بقى ازاي نخش على الصناديق دي ونشوف ازاي بيتلاعب فيها. دي مهازل مهازل، وفيها يعني المفروض الرقابه الاداريه تبتدي تشتغل، لان في حاجات كتيره قوي في البلد ده وظيفتها دلوقتي. الجهاز المركزي المحاسبات المفروض يطلع بقى المشاكل اللي موجوده وتتفرز. المفروض ده الوقت الشغل فيه 24 ساعه، ده شغل ل 24 ساعه. احنا في بدايه مرحله المفروض نجني ثمارها بعد سنتين. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي هنجني بينها ثمارها الجيده جدا، بس لو اشتغلنا بذمه وضمير. بس الدكتور كمال الجمزوري المفروض ان هو قاعد لغايه تقريبا لغايه شهر 7 اللي هو فات. لو حط السياسات، لو حط السياسات ومش الصح، احنا مشكلتنا ان كل واحد يجي يحط سياسات ويمشي، كل واحد يجي يحط سياسات ويمشي، ده مش صح. احنا محتاجين سياسه وتمشي بيها لمده 4 سنين 5 سنين، خطه كامله وتبتدي تشتغل عليها. ما فيش حاجه اسمها نعدلها، عشان كده بنقول ايه، نبتدي نفكر قبل ما نقول الخطه بتاعتنا ونشوف كل الاثار بتاعتها ونبتدي نتحرك بعد كده. دي اهم نقطه. طيب سؤالي الاخير في اجابه 30 ساعه، حضرتك شايف تاثير ظهور المسؤولين علينا والكلام عن الخطط الاقتصاديه ايه؟ يعني احنا اخر حد كان بيكلمنا زمان جدا كان الرئيس انور السادات وكان الرئيس جمال عبد الناصر، الفتره اللي بعديها ما كانش في حد تقريبا بيطلع يتكلم معانا غير قليلا. يعني حضرتك شايف ان الخطابات الاعلاميه مثلا الدكتور كمال الجنزوري او مثلا الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي ممكن تبقى مؤثره لما يشرحوا الخطط الاقتصاديه ليهم، حس ان الشعب يساعدهم؟ انا معاك جدا، انا موافق على الكلمه دي، ولكن حاجه تانية محتاجينها جنبها، هي اما يجي يقول احنا عندنا 1 2 3 عندنا مشاكلنا كذا 2 3 4، هيقول كمان العلاج بتاعها، يا جماعه انا هعمل هرفع اذون، هرفع السندات بتاعتنا اذون الخزانه بتاعتنا بنسبه كذا عشان كذا، ما بيقولش اوردر وخلاص. احنا مشكلتنا ان البيان بتاعنا بيبقى اوردر، احنا محتاجين مفصل، انا بعمل كذا عشان كذا، انا بعمل كذا عشان كذا. دكتور احمد جلال المحلل الفني والخبير المالي نورتنا، ونتمنى نتقابل تكون البورصه عاليه وظروفنا بقت احسن ان شاء الله باذن الله قريب. نورتنا يا فندم. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا، فقرتنا اللي جايه هتكون مع احد اعضاء ائتلاف شباب الثوره، هنتكلم عن هم شايفين الوضع ازاي وشايفين الثوار وشايفين الوضع الحالي ازاي والثوره وصلت لفين، لكن بعد الفاصل على طول تابعونا.